أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأبعاد. كل العشرينات عندهم اكتساب على السواد. وستيل الناس ما تعرفش إن ليها علاج. مش عارفين عندهم مشكلة. الخطة العلاجية في الزراعة أو في التجميل سبب النجاح الرئيسي. إحنا دورنا إن إحنا نحسن الحالة الحياتية للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. الاسم الكبير، أهلا بيك. أهلا بيك. وحشني جدا. وانت كمان. التقويم تمام. احنا اتفقنا في الحلقات اللي قبل كده ان احنا الفترة اللي جاية عندنا دور. الدور ده ان احنا نبدأ نعلم الناس. تمام. دورنا كدكاترة ان الناس تبدأ تعرف ايه الصح وايه الغلط. وده من البرومو بتاع البرنامج نفسه، من اول ما بدأت الخزعبلات والافكار الغلط. من ضمن بقى الاقسام اللي مليئة بالخزعبلات هو قسم التقويم. انتوا انشأتوا قسم تقويم؟ احنا عندنا قسم خاص بالتقويم، ماسكو استاذ دكتور محمد السمرائي. طبعا زمالة. طبعا. من اسم لندن. كبير. اسم كبير. بيمتحن الدكاترة في لندن اللي عايزين ياخدوا زمالة، يعني الدكاترة في انجلترا اللي عايزين ياخدوا الزمالة هو بيمتحنه. عضو الجمعية الامريكية لتقويم الاسنان، يعني الناس اللي جايين من السفارة في امريكا عايزين يروحوا للدكتور تقويم معتمد عندهم هناك في امريكا، بيكتبوا مين في مصر، هو واحد من ثلاثة اللي معتمد. عشان كده حتى الناس الامريكان والسات والاي جي تلاقي الناس دي معظمها عارفينه، لان اسمه دايما بيطلع لما بيعمل سيرش. الناس دي مش بتروح لاي حد. ودي النقطة المهمة قوي. قبل ما اتكلم في التقويم، اهم حاجة في التقويم مين هعمل لك تقويم. التقويم لازم يعمله لك بروفيسير. ليه بروفيسير؟ يعني بروفيسير يعني الدكتور اللي يمسك كيس من اولها لاخرها لازم يكون بروفيسير، حد كبير جدا. لان احنا من سنة 2000 للنهاردة احنا شفنا كمية حالات بايظة من دكاترة بتدعي انها دكاترة تقويم، لان دكتور التقويم يعني واخد شهادات. وانا بقول لاي حد هيروح يعمل تقويم عند اي دكتور يقول له بعد اذنك اشوف شهادتك، مش عيب. التقويم مش هزار. التقويم ممكن يودي لكارثة لو اللي شغال فيه مش دكتور محترم ومش دكتور كواليفايد. فانا بقول لك قول للدكتور بعد اذنك اشوف الشهاده بتاعتك. هو كل حاجه في السينما على فكره ممكن تودي الكارثه لو الواحد مش بس كواليفايد. التقويم احنا بنتكلم في حاجه ممكن تدمر حياتك، تدمر شكل وشك، قصه كبيره. هنفهم واحنا شغالين. تمام. من ضمن بقى الخزعبلات بقى اللي بنسمعها، وخاصه الكيسز بتسمعها من دكاتره ملهاش دعوه بالتقويم، يجي الراجل جايب ابنه او بنته ورايح للدكتور، دكتور هو انا دلوقتي ينفع اعمل تقويم؟ يقول له لا اما تكمل 15 سنه. يعني هو مش دكتور تقويم اصلا. عايز اقول لك ان الفتره دي هي اهم فتره لازم الطفل يكون بيتابعه دكتور تقويم. لو اتاخرت هتشوف مشاكل كتير انت كنت في غنى عنها. تمام. يبقى مهم جدا ان من اول ما ابدا سن الست سنين ابدا اروح لدكتور التقويم بتاعي، يقول لي هو اللي يقول لي بقى انا محتاج دلوقتي اسناني اللي موجوده دي هل وجودها في بقي سليم، هل خلعت بدري، هل خلعت متاخر، والعلاج ايه. فعشان كده مهم جدا ان انا اكون بتابع مع استشاري تقويم، وباكد استشاري تقويم. ليه؟ لان احيانا انت بتخلع سنه بدري وانت مش عارف، انت بتخلع سنه متاخر وانت مش عارف. مين اللي يعرف؟ دكتور التقويم. تمام. في مشاكل انت ما بتبقاش واخد بالك منها، ممكن تكون سنان مرصوصه، لكن مثلا ابنك بيمص صباعه، بيعمل حاجات بيمص يعني بيحط صباعه بتعمل مشاكل كبيره جدا. احيانا بيبقى عندنا ضمور في احدى الفكين او بروز في احدى الفكين، انت شايف السنان مرصوصه بس مش واخد بالك ان في جاب او مسافه بين الفكين وبعض. مين اللي هيشوف لك الحاجات دي؟ دكتور تقويم الاسنان. طيب السؤال اللي عكسه بقى، يعني ايه اللي يحصل لو اتاخر الابوين؟ لان هنا احنا بنتكلم بقى على مسؤوليه اب وام. تمام. مش مسؤوليه، لان الطفل مش هيجي لك 13 سنه مش هيجي، ولو انه في ولاد صغيرين دلوقتي بيروحوا الدكاتره. تمام. احنا عندنا الاول في احصائيه كده عالميه ان تقريبا 70% من الاطفال بيحتاج تقويم ايا ما كان نوعه.
من اول السبيس مينتينر اللي هو لما بخلع سنه بدري بحتاج احط حاجه تحافظ على المسافه للسنه اللي هتطلع تاني مكانها، وده اجراء بسيط جدا، لغايه الاكبر اجهزه او اكتر اجهزه بتتركب في التقويم. 70% ده فين؟ ده في الدول اللي عامل السيرفي ده، الدول متقدمه. انت متخيل بقى في مصر يبقى كام؟ افريج توصل لاكتر من 80%. يعني معنى كده ان كل 10 اطفال في 8 محتاجين اجراء تقويم. طيب ايه من اكتر الحاجات اللي ما بناخدش بالنا منها؟ الطفل يبقى عنده عضة مقلوبة. عضة مقلوبة يعني اسنانه اللي تحت بتعض لبره واسنانه اللي فوق بتعض لجوه. طبعا عكس السنان الطبيعية، السنان اللي فوق تبقى بره السنان اللي تحت. تمام. تمام؟ طيب زي ما احنا شايفين كده، ادي السنان اللي تحت هي اللي بارزة بالظبط، كلاس 3. تمام؟ اسمها كده كلاس 3؟ كلاس 3 اللي هو يبقى دقنه هي اللي سابقة الانف، بيبقى لها رسمه كده. تمام، دي الواحد بيعملها لما يكون متغاظ بالظبط. هنا ده طبيعي، ده طبيعته كده. طيب الكيس دي لو ما اتعالجتش في وقتها، تمام، وقتها ده من سن 8 ل 10 سنين، يعني 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 لو انت اتاخرت عن كده هتخش في مشاكل كبيره. الكيس دي بقى لو فضلت كده ايه اللي يحصل؟ بيبدا الاسنان بيحصل التهاب في اللثه، واللثه بتنحسر، والعظم الفك السفلي بيبدا يتاكل، فالسنان تبدا تتلخلخ، بيحصل بروز شديد للفك السفلي. ليه؟ انت عارف ليه الفك السفلي ما بينموش زياده عن الفك العلوي؟ ليه؟ ايه الميكانيزم اللي موقفه؟ ان الاسنان اللي فوق موقفاه، هو الفك السنان تيجي عايزه تطلع، رغم ان الفك ده على فكره دائم النمو طول العمر، بس هو مش حر. بس مش حر، مش حر ليه؟ لان في سنان فوق موقفاه. طيب لو فقد ال الميكانيزم ده هيبدا يحصل نمو رهيب للفك السفلي مع ضمور في الفك العلوي. طيب لو اتاخرنا بقى في علاج الحاله دي، في الحاله دي لو وصل عدى سن ال 14 و 15 سنه خلاص الفك هيثبت، مش هنقدر نعمل له مولدنج، مش هقدر اعمل عليه ستريس يغير من وضعه. في الحاله دي هنبدا نلجا لعمليات جراحيه كبيره، يعني يخش المستشفى يعمل عمليه، بيحصل كسر للفك وبيتركب بطريقه معينه، الجراح بيركبها بطريقه معينه مع دكتور التقويم. هنا دكتور التقويم برضو بيعمل جزء تحضيري قبل العمليه، وجزء يعني بيظبط او بيعمل فاين تيونينج بعد العمليه. عمليه بتقعد حوالي سنه، وبيخش في اجراء كبير كان ممكن باجراء صغير جدا وهو عنده 8 سنين الخصه انتهت تماما. تمام. دي من ضمن المشاكل الصغيرة جدا. يعني هنلاقي بعد كده في صور ان الكيس لو سبناها تلاقي بقى حصل بروز جدا للفك السفلي. يعني ده برضه هيجرني لنقطة تانية، يعني هل احنا دايما بنقول التقويم ده بيجي السن الصغيرة، دايما مركز التقويم او عيادة التقويم جوه المركز بيقوم بيها الناس الصغيرين اللي بيكون موجود فيها شباب صغير او بنات صغيرة، لكن السن الكبير ممكن له دور في التقويم؟ يعني الناس الكبيرة تنفع تعمل تقويم؟ طول ما انا عندي سنان وعظم ينفع اعمل تقويم، بس ده اسمه تقويم ايه بعد السن الكبير؟ بعمل تقويم للاسنان، لكن ما اقدرش اقوم العظم. تقويم العظم ينفع بس في الحالات اللي انا لسه لغايه سن النمو، اللي لسه عندي الفك بينفع ينمو فيه. بص هنا السنه، بص بدات اللثه تنحسر ازاي من عليها وتنزل. السنه دي خلاص يعني دي حد صغير. السنه دي جدرها اتكشف، في تلت الجدر اتكشف. لو استمرت على الوضع ده، استمرت بالظبط، ما هي دي خارجه البر. استمرت على الوضع ده ايه اللي هيحصل؟ السنه دي هتتخلع. وعندنا مشكله كمان، عدم الانتظام ده بيخلينا واحنا بنغسل اسناننا ما بنعرفش ننظفها كويس، فيعمل لي التهاب في اللثه، فهي كل العظم اللي في الاسنان، فالاسنان تبدا تقع. هنا بعد ما اتصلح، بص هتلاحظ حتى ان في بدا يحصل تحسن في وضع اللثه، برغم ان احنا ما عملناش لسه علاج لسه فيها. شايف اللثه كانت منحسره قد ايه في الصوره اللي قبلها في السنه اللي كانت معوجه؟ هنا خلاص عدلنا السنه، دخلناه، وبدات الجزء المنحسر من اللثه بدا يتحسن بمجرد ان احنا بدانا نعالج الوضع ونرجعه تاني لوضعه الطبيعي. ايوه كده بدات الامور تتحسن شويه، بدات تتحسن، وملاحظين ان اللثه نفسها كمان بدات تتحسن. العضه خلاص، السنه اللي كانت خارجه لبره قافله لبره خلاص دخلت في مكانها الطبيعي. الصوره اللي بعد كده دي بقى حاله ما اتعالجتش في وقتها. بص الفرق قد ايه. الحاله دي الجزء الاسفل هو اللي طالع، الحاله دي بعد سن معين خلاص دي علاجها ان الفك السفلي بيتكسر وبندخله لجوه. عمليه صعبه، عمليه احنا بنتكلم هنا في عمليه بيخش في جي اي في جنرال انستيزيا، وبيشتغل فيها زي ما قلت استاذ دكتور ماكسيلو فيشيال،
يعني جراحة وجه وفكين وبيشتغل فيها أستاذ دكتور تقويم علشان ده اتأخر الكيس دي اتأخرت في العلاج. العملية دي على فكرة بتقعد ساعات. لا العملية كبيرة. عملية اللي هي لو اتأخرت في العلاج بقى اسبوع تعبان بعديها طبعا انه عمل عملية كل ده نقدر ننهي بمجرد ان انا زي ما تحك بتابع من سن 6 ل 13 بس بتابع مع مين بأكد مع استشاري تقويم اسنان. ساعات ولاد صغيره بص تلاقي السنه بتاعتها بارزه بالظبط تلاقيها فيها بروتروجن كده. بص بقى 45% من مشاكل التقويم بروز الاسنان. بروز الاسنان بيعمل مشكله كبيره. رقم واحد بروز الاسنان السنه دي قابله للكسر لانها مش في مكانها الطبيعي فممكن يتخبط في اي حاجه فتتكسر بسهوله. ده رقم واحد. رقم اتنين عنده سايكولوجيكال تروما او عنده يعني عامل نفسي دايما صحابه بيتريقوا عليه انت اسنانك معوج. بص الشكل نفسه بيخلي شكل وشه عامل ازاي. ده بنسميه بيرد فيس. بيرد يعني شبه الطائر وش الطائر. بص ده انه منحسر لبره في بروز للامام شكله نفسه من بره حتى من غير ما يضحك ومن غير ما شكل الاسنان يبان شكل وشه مش طبيعي. اقول لك على حاجه كمان النوعيه دي من البروز بتخلي دايما اللي عندهم المشكله دي بيتكلموا وهم قافلين شفايفهم. طب بص هي دي نفس الشخصيه ايه هات قبل وبعد دي عملت تقويم بس في سن مناسب وشها اتغير. انت بتتكلم كده؟ وشها ارجع كده معلش وشها اتغير تماما ارجع تاني. بص عملت تقويم بس ما عملناش اي حاجه غير التقويم. ده حاجه تانية خالص. تمام ارجع يا عم بس في السن المناسب وانا باكد ان ده في سن من 6 ل 13 سنه. هي هنا 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 يعني مدموازيل مدموازيل فعلا حاجه يعني دي كان ممكن تفضل زعلانه جدا من باباها ومامتها انها اتاخرت في العلاج لان ما كانتش هتقدر يعني هتوصل انها تبقى كبيره في السن وشكلها مش حلو مع ان الحاجه بسيطه جدا. دي هي نفس الحاله بس هي نفس الكيس بس احنا موريناك الاسنان بقى. بص الاسنان كانت بارزه ازاي. بص البروز كان قد ايه السنتين السنتين بره. طبعا تمام. طيب العلاج في السن ده يديني ميزه ايه. رقم واحد ان انا الحاله دي لو اتأخرت في العلاج هتحتاج تخلع. تخلع أسنان طبيعية. لكن في السن الصغير نقدر نظبط السنان من غير ما نخلع خالص. على فكرة يعني الحالة الأولانية الصورة الأولانية في ناس كتير بتبص لها على إنها شيء طبيعي. لا طبعا مش شيء طبيعي. لما اللي عايش الكيس دي واللي بيشوف نفسه في المراية كده بيبقى متضايق جدا من أهله. والله عشان كده عشان بس ما بيتكلموش مثلا؟ أحيانا بقول لك الحاجات دي بالذات في السن ده بتعمل سايكولوجيكال تروما بتعمل صدمه نفسيه بتعمل عقد نفسيه. الطفل يبقى معقد مش عايز يضحك. هو بيضحك يعمل كده بيضحك ويغطي يخبط بقه. هو نفسه حاسس ان هو طول الوقت حتى لو هو مش بيضحك بالذات الحالات دي حاسس ان هو مش طبيعي. اصحابه بيتريقوا عليه. قابل السنه نفسها زي ما قلت انها تتكسر. فيحتاج بقى ان هو يعمل تركيبات فيها وهو سنه صغير. مشاكل كبيره بحلها ان هو يجي في سن باكد ان الحلقه حلقه تعليميه للناس اللي فاكره ان يستنى اما ابنه او بنته يبقى عنده 15 سنه. لا من 6 ل 13 سنه سن مهم جدا لتعديل الاسنان وتجنبنا المشاكل كبيره جدا. هل السن يعني انت يعني شايف انت ان حالات التقويم بتزيد بعد متابعتك طول السنين اللي فاتت دي؟ تمام. اطفال زمان سنه 98 99 2000 غير اطفال 2015 زادت. بص عندنا انوماليز كتير يعني عندنا مشاكل كتير في الاسنان. عيوب خلقيه. عيوب خلقيه. الاجيال اللي هي نقول مثلا من سنه 2000 للنهارده لا كميه الناس اللي بتحتاج تقويم زي ما حضرتك توصل ل 80%. 80% يعني كل 10 اطفال في 8 محتاجين. فدي نسبه كبيره. ال 80% دول بقى اللي بيروح قد ايه؟ 10%. فبالتالي تلاقي ناس كتير يعني 70% من اللي باقيين ما عملوش تقويم هيحصل له مشاكل نفسيه وهيحصل له مشاكل في الاسنان نفسها لان زي ما قلت لحضرتك عدم انتظام الاسنان بيؤدي الى عدم القدره على تنظيفها بالشكل المثالي. عدم القدره على تنظيف الاسنان بالشكل المثالي بيؤدي الى التهاب اللثه وتاكل العظم وفقدان مبكر للاسنان. يعني انا ما اتعالجتش بدري من مشكله في التقويم صغيره يبقى عندي 25 سنه 30 سنه بدات اخلع اسناني. لان احنا قلنا قبل كده في حالات لما بيوصل تاكل العظم لوضع معين او لحجم او لجزء معين من الجدر خلاص الدكتور بيقول انا ما اقدرش
الحل هنا ان انا ازرع. هل الاطفال يعني غير الحاجات اللي بيعملوها غلط، هنتعرض دلوقتي للطفل بيعمل حاجات كتير غلط صح؟ تمام تمام. هل في عوامل اخرى غير الاخطاء بتاعه الاطفال ممكن تؤدي الى مشاكل في طبعا عمليه مص الصوابع دي؟ انا باكد عليها لان دي برضو احيانا الاهالي بيعدوها. مص الصوابع بتعمل حاجه اسمها اوبن بايت. اوبن بايت يعني عضه مفتوحه. عضه مفتوحه لان الحركه دي بيعمل حاجتين، صوابعه دي بتزق دقنه فبيحصل ريتروج يعني دقنه بتخش لجوه. انت ساعات بتعمل كده فشايف صبعك هنا دايس هنا، صباعك ده دايس هنا. دي بتدخل الدقن دي لجوه لان هو مش بيعمل كده دقيقه ويخلص. هو بيعمل كده ساعه واتنين ففي ضغط مستمر على الدقن اللي داخلك. انا طفل صغير عمري ما حطيت صبعي في. طب الحمد لله. عمري. والله الحمد لله. لا بالنسبه لي ده شيء مقزز جدا يعني. انا حتى انا مش فاكر عشان كده طالع الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك يا باشا. فشايف شايف الفتحه العضه قد ايه؟ شايف الفرق؟ هو عاضد كده. هو كده عاضد. تقدر تدخل لو هو فعلا ليه هو عاضد؟ لانه يقدر يدخل صباعه بينهم. فعمل بروز للاسنان العلويه وبروز للفك ككل، انه عمال يحرك الفك العلوي وعمال يضغط على الفك السفلي فعمال يعمل ضمور فيه. حلو. الحاله دي من اسوء الحالات اللي بتعمل لنا مشاكل. الحاله دي لو اتعالجت وهو صغير. عارف الحاله دي ممكن علاجها ايه؟ حاجه اسمها بريك للهابتس، يعني بيكسر العاده بس، يعني مش هحط تقويم. هيركب حاجه تخليه ما يعرفش بس يحط صباعه لفتره فينسى الفكره دي. تقوم الاسنان نفسها العامل اللي كان بيخليها توصل لكده خلاص انتهى فالاسنان تتصلح لوحدها. والله ده اتعمل هنا ولا ده قدرت تعالجوه فعلا؟ لا ده علاج. ده علاج. ده علاج بس. بس في حالات مجرد ان احنا نلحق الحاله بدري ونوقف الحاله بالاجهزه اللي بتكسر العاده خلاص بينتهي المشكله. العلاج بقى ممكن يوصل لمرحله الجراحه، يعني ممكن فعلا تقويم السنان اوصل للجراحه؟ اتاخرنا بقى. اتاخرنا. عدينا رحنا للدكتور وقال لنا لا استنوا ما يخلص ويبقى عنده 15 سنه. واتاخرنا عن مرحله ان انا اقدر اعمل تعديل للفك لعظم الفك نفسه. هنا في الحاله دي انا مضطر اعمل جراحه. هنا برضو انا ليه جايب الكيس؟ لان عشان نقول ادي شكل الكيس قبل الكيس دي لو كانت اتعالجت وهي صغيره. هي نفس البنت؟ هي ما هي موجوده حضرتك قدام واحده اهي. لا يعني هم الاربع صور دول نفس البنت؟ فوق من الجنب. فوق من الجنب ومن الوش وتحت من الجنب بعد ما اتعدلت ومن الوش. ده بس حلو. بس دي عمليه. الكيس دي كان ممكن تاخد نفس النتيجه. من غير عمليه لو اشتغلت في سن صغير. الطفل كمان كلامه يعني تقول كده دايما الكلام بيبقى ايه كانك انت يعني مش مأذي من شيء. كل الحاجات دي كل المشاكل دي بتؤدي لحاجه خطيره جدا. اهم من كل اللي انا بتكلم فيه عقده نفسيه عند الطفل. طبعا ضيف العزيز النجم الكبير والقيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى استشاري تجميل الاسنان وتركيبات تبات عضو الجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك وطبعا المؤسس لمركز واي تي الشهير. نورت الدكتور نور. الى اللقاء يا دكتور. قول لهم الى اللقاء. خليكم دايما معانا. مستشفى بدايه اكبر صرح طبي لاطفال الانابيب والحقن المجهري في مصر والشرق الاوسط. مستشفى بدايه ضحك الطفل تنور دنيتك. مركز واي تي دكتور نور الدين مصطفى لتجميل وزراعة الأسنان. نخبة من أفضل استشاري طب الأسنان. وايتي وي ديزاين يور سمايل. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم الأستاذ الدكتور سيد الأخرس المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري. مع شايني وايت ضحكتك تعبر عنك. الألم كلمة مخيفة جدا. الألم كلمة مزعجة للغاية ودايما الألم في أسنان